في لوحات حسين نرى استخدامه المميز للألوان والتعبير الحيوية والحركة الإنسيابية في دوران الدراويش، تمنحنا لمحة عن تلك الثقافات القديمة التي تخلص إلى نتائج فلسفية متشابهة تقوم على الزهد والبساطة والبعد عن المادية. سجل العام 2016 في الإمارات عاماً استثنائياً بامتياز، وبالأخص على صعيد الثقافة والمعرفة، حيث تم فيه الإعلان عن قانون القراءة وشرح الاستراتيجية الوطنية للقراءة لمدة 10 سنوات تمتد حتى العام 2026. كما شهد هذا العام نشاطاً مكثفاً في أنشطة ندوة الثقافة والعلوم التي احتفت بالقراءة وبالكتاب والفكر والفنون على اختلاف مدارسها وتياراتها. يوم بقلب كان عقدك بيننا، فامدد يمينك كي نجدد عهدنا. شعب وحاكمه وأصدق بيعة. في عام وصف بأنه كان استثنائيا بامتياز على الصعيد المعرفي، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في 2016 الكثير من الفعاليات التي ترسخ من قيم الثقافة وتحتفي بالعلوم ومحفزات الابتكار والإبداع لجعلها جزءاً من نسيج المجتمع الإماراتي، ومن معارض الفنون الكبيرة والضخمة التي تشهدها مدن الإمارات إلى مبادرات عام القراءة وإطلاق قانون القراءة ومعه الاستراتيجية الوطنية للقراءة حتى العام 2016 وغيرها من المناشط المعرفية ومعارض الكتب، تكون دولة الإمارات قد أسست لمرحلة جديدة من التعاطي مع الثقافة ودفعها لتكون في طليعة المشهد العام لحياة الناس على هذه الأرض الطيبة. أولاً بداية التسمية كان الهدف منها تحريك حسب ما أقول الشارع الثقافي والفني والعلمي في على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا نداء كان أو قرار من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. لا شك واللجان التنفيذية وبرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أيضا أخذ التنفيذ مجراه في مختلف القطاعات في مختلف الأنشطة والبرامج. لا شك أن ناظر إلى هذه السنة ونحن على نهايتها أن حركت قضايا كثيرة ليس على مستوى دولة الإمارات ولكن على مستوى عالمنا العربي بل على مستوى العالم أيضا. فقدرة القيادة على المشي في أو النهوض بهذا العمل في مجالات مختلفة لا شك أنها كانت مهمة، كانت رائدة، كانت مميزة أيضا في الأطروحات، وكانت تكريم الأخير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للقراء والعام القراءة والمميزين وخاصة الأطفال. وأيضا نحن كندوة الثقافة والعلوم كان نفس الدور يعني مكمل لهذه الأدوار أدوار القيادة. طبعا كان هناك في
نادي السينما، في كتب للقراءة، كانت الأنشطة كلها أيضا مصبة على هذا العام، عام القراءة، وأيضا البرامج الأخرى. فيعني أتمنى أن نحن في ندوة ثقافة العلوم قد قمنا بدور ولو بسيط، لكنه دور حسب ما نراه مهم، ويكمل هذه المنظومة في استراتيجية الدولة ما يخص عام القراءة. وتقف ندوة الثقافة والعلوم في واجهة المشهد الثقافي في مدينة دبي لرعايتها وبشكل أسبوعي الكثير من الملتقيات الفكرية واستضافة المحاضرات العلمية ومعارض الفنون على اختلافها، وأيضا المعارض التي تقدم جماليات الحرف العربي كونه أحد ركائز الأساسية لهوية الفن العربي والإسلامي. ويضاف إلى ذلك احتفال الندوة بجائزة راشد للتفوق العلمي، وهي إحدى أكبر الجوائز التي تحتفي بالمجتهدين في مجال المعرفة وأصحاب الدراسات العليا من الخريجين. ويمتد نشاط الندوة برعايتها لجائزة سلطان العويس للدراسات التي تكرم المبدعين والفنانين الذين أسهموا في تقديم إضافات نوعية للثقافة والفنون. بلا شك أنه كان عام النشاط، نشاط في القراءة، نشاط في الكتابة، نشاط في التأليف. وفعلا يعني لما جاء التوجيه من الشيخ محمد بهذا الأمر، حسينا أن المجتمع كله بدأ يتفاعل مع هذه الدعوة، وانتقلت من كونها دعوة وفكرة إلى واقع عملي. فهذا الشيء جيد، تنتقل من فكرة ودعوة إلى واقع عملي، وصار هناك اشتراك من جميع فئات المجتمع، والطلبة والمدارس والجامعات والوزارات، فالجميع ساهم بهذا الأمر. ففعلا أنا أيضا كشخص ساهمت أيضا في شيء من هذا الجانب، حتى لازم أسمع الإذاعات أيضا ساهمت، التلفزيون، الصحافة. فأنا أعتقد أن العام الماضي اللي بيكون العام الماضي بعد كم من يوم حقق فعلا الأمل المنشود من هذا التطبيق، هذا العام بيكون بعام القراءة. وينتظر أن يشهد العام 2017 المزيد من الزخم في الفعاليات الفكرية والثقافية وإطلاق المبادرات التي تعزز هذا التوجه الذي يخدم تطور المجتمع والأفراد على حد سواء. انتهت جولتنا الثقافية لليوم، لقاءنا يتجدد معاكم الأسبوع القادم. أبعاد ثقافية تأتيكم برعاية ندوة الثقافة والعلوم في دبي، وللمزيد من المعلومات عن ندوة الثقافة والعلوم في دبي زورونا على موقعنا الإلكتروني. مع السلامة.